يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده، وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ اه لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده يا ساره يا ساره؟ طب والكلب ده مش هيروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها هتطلعي معايا ولا هتخش الاتيليه؟ لا انا هستنى عمر، انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. كلب لطيف. ايه ده انت ايه اللي بهدلك كده؟ اصل انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني مش مشكله. انزلي انزلي انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني. وبعدين بص بتكره الفانيلات موت. طب باي. ساره ممكن اقول لك حاجه؟ قول. مين ادهم ده؟ اولا السؤال ده كتر، وادهم ابن خالتي وماما عايزه تجوزه لي، وانا استحاله اتجوز واحد ما بحبوش. ومفيش امل تحبيه خالص؟ اصل انا شايف انه شاب لطيف وظريف ورخم يعني. تصبح على خير يا عمر. لا تصبح على خير ايه، ده انا هستناكي هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من فوق. طيب اوكي يلا باي باي باي. يا نسيت اسالها مين ادهم ده. عمر انا قلت انت نسيتيني. صباح الخير. وعمل لي دنيته ومسحني، وانا قبلك عشت كارت ومحدش مالي شحني. سنين عايش في النار خاصية الانتظار، سنين عايش في النار خاصية الانتظار. يا اول عدة ليا يا اول عدة ليا. الو مش هو الفايبريشن خلتني ما استقبلش بعد سماع الصفارة، ما ترد ما تستهبل. سيدي يا سيدي يا حلاوه المول. طارق لابس بدله وجرافطتي وقميصي. ده مؤقتا مؤقتا، وبعدين ما انت لابس الروب بتاعي اهو، ما قلتلكش اي حاجه. سلام. بقولك ايه، انت لابس كده ومشيك وراح على فين؟ رايح اقابل ساره وهعترف لها بكل حاجه وهقول لها، واكيد هي هتقدر حبي ليها وتعتبر شويه الكذب اللي حصل دول مجرد ظرف طارق وهيعدي. ادعي لي. بقولك ايه، ما تصبر شويه. بقولك ايه، انا هروح يعني هروح وشوف لي معاك 56 جنيه. كم؟ 56 جنيه.
دي لا لا ايه اوعى ترميه. عايز ترميه؟ ابقى انا مش في البيت. سلام ادعي لي. ربنا معاك. مين؟ انا اخر حاجه كنت اتوقعها انك تطلع كذاب، وانت عارف كويس ان اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الكذب. انت يا ابراهيم كذاب. والله يا باشمهندسه مراتي كانت، انا عرفت من مراتك انها ما كانتش حامل اصلا. اتفضل يا ابراهيم، مش عايزه اشوفك تاني. امشي يا كذاب امشي. انت كنت عايز تقولي حاجه يا عمر؟ عمري ما فكرت اقول حاجه خالص. انا بس كنت عايز اسالك سؤال، هو ابراهيم ده مش هترجعيش تشتغل معاكي تاني ابدا؟ مستحيل، ده كذاب. ابدا ابدا يعني. اقولك ايه، سيبك منه. قولي انت متشيك كده ليه؟ في ايه يا جماعه، وانا كنت معفن من قبل كده ولا ايه؟ بص يا ساره، انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غير بدل. بس تعرف هو الكاجوال يليق عليك اكتر. انا ما اتخيلش حياتي ابدا من غير كاجوال على فكره. انا عمري في حياتي ما لبست بدله. ابراهيم ده مش راجع تاني؟ صدقي ان الراجل اللي في اللوحه ده فيه شبه كبير قوي من باباكي. الواحد هو بيرسم يبقى شايف حاجه، ساعات لما اللوحه بتخلص بلاقيها حاجه تانية خالص. لانه بتهيألي احيانا الروح هي اللي بترسم مش العقل. حقيقي صدقيني بيحصل معايا كتير قوي. طب وهنروح بعيد ليه؟ انا كنت مره برسم مشروع كوبري علوي بتاع انفاق، بعد ما خلصت الرسمه ببص كده لقيتني راسم واحد صاحبي. نعم ايوه بيحصل صدقيني. بس انا عرفت التشابه كان جاي منين، لانه صاحبي ده كان اسمه محمود علوي، فلقيته شبه بينه الكوبري الاخر. يعني الرسم ده شيء جميل قوي يعني فنون وكده. مديحة اطلبي لي طارق الوكيل بسرعة. اوكي مستر فايز. بيني وبينك الو ايوه ده تليفوني. مش ده تليفون هو جوه. انا صدقني ده انا ما حطيتش سكر، معلش كوبايتي الكبيره ها بلاش الطمع. الو ايه يا عم طارق؟ يا استاذ لو انت مش هتقدر تتصرف قول لي وانا اشوف حد تاني غيرك. حد غيري؟ لا ما احنا متفقين. طب يومين بالظبط. ماشي سلام. مش وقتك خالص. هو مين كان بيكلمك؟ ده واحد صاحبي كان عايز مني حاجة. عايز اقول لك حاجة مهمة بخصوص عمر. اكيد هتقولها انها بتحبني. يوه ده وقته. ايه اخبار موظف شركتنا الهمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. مفيش 100 خط تانيين جايين في السكه. وانا بحمل فيهم يا فندم. ان شاء الله. يا جميله ده صوت بنت. وما سالته مين قال انه واحد صاحبه. حاجه غريبه فعلا. بقول لك ايه، انت عندك عنوان بيته؟ مش عارفه بس بفكر ازق عليه البنت ليلى. انت عارفاها دي بقى اللي هتجيب قراره. اهم حاجه في رجل المبيعات لسانه. طبعا ده اهم حاجه في الانسان اللسان. امال ايه؟ وانه ما يبقاش تقيل برضه. مش تقيل ده اسقاط على رجل المبيعات مش كده؟ امال ايه؟ طارق خلاص بقى. اسف افتكرت حضرتك مشيت. انا كنت اقصد مرسي. مرسي اتفضل. ساتر. طب يلا باي يا جميله. يا ابن الجزمه ايه؟ ده انا لسه شريك السنه اللي فاتت. لحقت تفضى. باي باي يا ساره عشان انا قدام عمارته. يلا يا عم البس عشان نمشي. طب يا عم لسه بدري، هشوف الشراب نشف ولا لا. يا عم بلبسك ده اللي شبه ام سعيد وخارجه من الحمام. الله يكون الشراب نشف. لسه قلبه مبلول. اعمل لي اي لقمه لو لقيتها عندك. اي لقمه البتاع ده بيجوع قوي. سيب نور التلاجه ولع من امبارح. مفيش غير شويه فول. يبقى ربع رغيف فول من غير سلطه الطماطم. سامعني؟ من غير سلطه الطماطم. مفيش سلطه الطماطم. اعملوا لك من غير سلطه الطحينه. ايوه حاضر جاي حاضر.
بينج بونج على حق. سوري مش دي عمارة 67؟ ما تمشيش 68 69 وده عيد ميلاد ونحتفل كلنا مع بعض. دي شقة الأستاذ دياستي؟ أيوه. حضرتك هاسم دياستي؟ طبعا هم صحيح ما ركبوش على بعض لكن احنا ممكن نركبهم يعني. يا راجل مش تقول كده. طيب ما تتفضلي جوا. ما تتفضل انت برا احسن. طبعا اتفضل. بطلي لعبة بقى بطلي لعبة بقول لك ايه قصصيني فادي هنا فادي مين فادي اللي انا حكيت لك عليه اللي انت حكيت لي عليه مين يا لهوي ركزي معايا فادي هنا بصي اللي هناك ده عايزك تعطليه ها نقتله ايه لو سالك عليا قولي له انا واخد اجازه يجي 13 15 سنه طيب يلا بسرعه بسرعه عطليه مش تقتليه عطليه بروس ويلس لا فادي عطاويه الاستاذ طارق الوكيل موجود مش موجود لا هو فين في اجازه اجازه اه اجازه اجازه استاذ انت كنت بتسرع طارق الوكيل مش كده ايوه اصلي اول ما انت جيت الشركه داب داب طب ازاي يعني خلع يعني خلع مش في اجازه يعني زي العروسه الصغيره دي مالت اجازه مين ده اول ما انت جيت وشه قلب الوان وفص ملح وداب انت باين عليك بتعزه قوي بعزه ده حبيبي طيب يا يحيى يحيى ده الكارت بتاعي لو بتعزه فعلا ارجوك عدي عليا في اي وقت بيس بيس يا مان مش عارف ما بتردش عليا ليه لا اكيد اكيد عرفت حاجه اكيد عرفت حاجه اكيد انا متاكد ايه انا بقالي شهرين برسم الرسمه دي وهي ما بتردش عليا ما بتردش عليا معتز انا متضايق قوي انا متضايق قوي متضايق قوي 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 ايه 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 اعمل ايه بس سيب سيب من غير ما اكسر مش هكسر سيب فادي جالي الشركه وهي ما بتردش عليا يبقى مليون في الميه عرفت حاجه معتز انا متضايق قوي بقى ولا جاهز يا اخي ما تعرفش بتدل عليك اسمع كلامي روح لها البيت زي ما قلت لك شكرين يا ام حسين طب بقول لك ايه جهزت لي رسومات الطاحونه اللي انا قلت لك عليها ايه جاهزه من امبارح انا عايزك بقى تقول لي على اللي فيها علشان لما اقعد مع الراجل اعرف اقول اي حاجه ها وفي الحشيش اللي قلت لي عليه معتز في الحشيش يا صاحبي مفيش اي حاجه يدوب انت إيه؟ كان محترم مع ناس محترمين لما اكون عايز حاجه زي كده اقول كابتشينو ايه كابتشينو سيم يعني ايوه طب ما تقول سيم يا ما اقول لك طب اقعد هنا فين قرش الكابتشينو قرش كابتشينو فين سيما اهو ها ايه بقى ايه ده هتروح امتى يعني كمان 10 دقايق كده كنت متاكد اني هلاقيك هنا شفت بقى جايب لك ايه قرش حشيش عجب مين يا عويس؟ ده الكلب يا فندم كلب؟ اهلا هندسه ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ منور حبيبي صحتك تعالى اتفضل يا ترى ساره هنا؟ موجوده بس نايمه انا مش جاي لها انا جاي لحضرتك بس عشان الرسم برافو عليك يلا اتفضل اتفضل في كلب بيرن رن الجرس بص قدامك they must be found يا ساتر بلاش يا جماعه تعودوا على الحاجات دي مش كويسه الله الله انا ابتدي اغير منك انت بقيت صاحبه اكتر مننا دلوقتي كيف بيزل بقى يعني دماغ يعني مش واحده يعني انا بحبهم اصلا طيب يا بطل قوم بقى فرجني التصميم اللي انت بتقول انك جاي تفرجه لي النهارده طيب عمي هي ساره لسه نايمه ايوه يا حبيبي ساره لسه نايمه طيب. يلا اتفضل اتفضل وانا اعملك تيجي على طول لسه المره الجايه شم ان شاء الله انت لسه شفت حاجه هخليك تور ورايا كده في الشوارع علشان شمه يا كلب اخلص الله دي حلوه قوي 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 فعلا تحفه عليك حق برافو عليك يا عمر لا ده انا اللي رسمها
ايوه انا بقول لك برافو عليك يا عمر. شفت الحلاوه؟ شفت الريش بقى؟ ريش ازاي يعني؟ ريش طحونه. ده بتجيب هوا اهي. لا صباعك بقى لحسن دي طياره. بعدين دي كمان بالليل. دي في النهار بقى لو شفناها الصبح هتفرق جامد جدا. يا رب يا عمر. هايل ربنا يخليك. شكرا قوي يا دكتور. هي ساره لسه نايمه يا دكتور؟ ايوه يا حبيبي، ما قلت لك نايمه قبل كده. هي متعوده تنام خميس وجمعه كده على طول. تحفه دي تحفه. في حد مشفر بياناتها؟ يعني متشفره. جبت لي البونيتيل اللي قلت لك عليه؟ ودي حاجه تتنسي؟ الله. الحمد لله. سفره طويله يا دكتور. سفره دايما. سفره طويله معلش. الله، طب ما تخلص بقى الفخده. ولا اقدر. يا ده انا بطني اتنفخت على الاخ، ده انا اكلت كاني ما اكلتش بقالي 3 ساعات. تسلم ايديك يا دكتوره، والله اكل خفيف 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 يعني. ذوق واخلاق وشوربه ومحاش مش عارف اقول لكم ايه. سي. طيب عن اذنكم انا بقى اطلع حقن تطعيم الكلاب بالثلاجه علشان تفك. اتفضل يا دكتور اتفضل. عن اذنك انا هقوم اشوف ساره صحيت ولا لسه. اتفضلي. ايوه بقى كده. ايوه. وانا هتسيبوني في السفره الطويله دي لوحدي ولا ايه؟ الحقيقه انا جمعتكم النهارده عشان مش عارف اقول لكم اي حاجه. يلا يا عمر. يلا ايه؟ انا متطعم. لا مش قصدي يعني عشان الوقت اتاخر النوم يعني. بس انا ما بنامش خالص دلوقتي يا دكتور. يا اخي احنا عايزين ننام. احنا عايزين تروحوا يعني؟ انا اروح. ما تاخذنيش، اصل انا جو الالفه والاسره والعشره ده شدني قوي. طبعا اتفضل يا دكتور اتفضل. انا بس كان عندي استفهام صغير كده. اتفضل. طنط ساره لما دخلت تصحي ساره ما ظهرتش تاني خالص، لحسن يكون في حفره في الاوضه ولا حاجه. نبص عليهم عند الجيران اللي تحت. هي ماتت ومدارين عليا. اتفضل يا عم. نورت يا حبيبي. ربنا يخليك. طيب لما ساره بقى تصحى ام البنج اللي هو فيه ده، ويعني مفهوم الغيبوبه دي، شهر النوم اللي هي نايمه ده، قول لها ان انا جيت بقى وسالت عليها. ماشي يا حبيبي. يلا. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. انا مش قادر افهم ساره زعلانه منه ليه؟ ده طلع واد لذيذ قوي. حضرتك نسيت الباب مفتوح بس عشان رمية ولا حاجة. يا سارة. لا يلا بقى. يلا سارة. الله يا سيدي. لذيذ قوي وقاطع من الآخر كده. طارق شفر كل البيانات دي وهو الوحيد اللي يعرف يدخل عليها. بس ما تقلقش يا باشا، احنا برضو ممكن نعرف نتصرف. انا كنت حاسس انه بيكذب. وده وقتك يا عم فادي. ايه يا عم انت؟ ايه يا مان؟ انت ليه عليا ما بتردش؟ انت بتكلمني؟ اصل انا قافل الجرس. رجع اهو الحمد لله. طيب تعالى. ليه؟ تعالى. حاضر. هنروح فين طيب؟ دايوس. ايه مش هتركن العربية دي؟ لا عادي، كأنها مطب في الشارع. جوجو. ايه ده؟ معتز ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. يا احلى وردة في الدنيا. ميرسي قوي، تعبت نفسك ليه بس؟ انا لازم اتعب طبعا. طب اتفضل. ثانية واحدة. انت متأخريش؟ لا مش هتأخر. هاي. يعني ما لقيتلهاش اي بيانات عندكم؟ مش جايز تكون هجرت بره مصر ولا حاجه؟ سو باد. ساعات بنضطر اننا نكذب علشان ننجي نفسنا، وساعات بنضطر اننا نكذب علشان نظهر بشكل احسن. عش فادي عش. وساعات بنكذب علشان عاوزين نداري سر مش عايزين اي حد يعرفه. مش فاهم. شكرا. فكي بقى. ممكن اعرف عمر عمل ايه؟ معتز لو سمحت، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. هي ساره لسه ما سابتش الواد عمر ده. عمر فين؟ اهو واقف معاها. عمر انا قلت لك يا معتز مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. ايه بس مش كده يعني؟ بعد اذنك يا بتاع ليلى، تعالي انا عايزاكي ضروري. يا ليلى بس
يلا. لا طبعا مش ده، هو ده انا ممكن اوصله. ما بيردش عليا، هو فين؟ اكيد في المكتب. طب انا هروح له، اكتب لي العنوان لحد ما اجيب شنطتي. على فكره يا معتز انت زباله. كان لازم انقذ صاحبي من غدر صاحبتك ليلى. بينج بونج، انت عبيطه ولا ايه؟ تمام، انا عايز ابقى صريح معاك. الكذب خيبه، الكذب ملوش رجلين، وانا كذبت عليه كمان. علينا؟ ساره مش نصابه. اه ساره مش نصابه، انا بس عايزك توصلني ليها، عاوز احط ايدي عليها. ده واضح انها مضايقاك في حاجه جامده قوي ولا ايه يعني؟ بالعكس، كمان ساره دي حب حياتي. يا من انت مش متخيل احنا كنا ماتشنج ازاي مع بعض، خلاف اهبل من اي اتنين كابل بوظ حياتي. الله. يا من انا بحب ساره يا من، ارجوك انت الطريق الوحيد دلوقتي اللي وصل لي ليه، عامله لي منع تعرض يا من. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ساره كانت بترسم. ايه؟ بترسم حياتي وبتلون ذكرياتي. يا من ارجوك خاطر يا مان. طيب امسيتك يا مان، انا بحب ساره. طيب اكيد انت فاهمني، اكيد ده بينبض زي ده. بيوم انت حاسس بايه صح؟ اه والله حاسس يا مان. اهدى. لا لا لا، بس كده. يا مان يا مان خاطر، انا مصدقك خلاص، عشان ايدك بس. ايدك بس يا مان كفايه يا اخي، سيبني. اكتبلي دلوقتي يا مان، ده مش طبيعي ولا ايه؟ سيبني عشان الو. ها معتز، ايه هي؟ قالت لك انها جايه لي عندك في المكتب؟ طيب سلام. ده واحد صاحبي، كنت المفروض اعدي عليه بس الوقت اتاخر شويه. استاذ فادي، انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. ايوه الحقيقه يا مان، الحقيقة أنا دورت فعلا وما لقيتلهاش أي وجود. ما لقيتلهاش إيه؟ هقول لك أهو، ما لقيتلهاش أي وجود عندنا في الشبكة. فاحتمال تكون هاجرت بره مصر، أو أكيد هاجرت بره مصر. مالك أستاذ فادي؟ أستاذ فادي أنت كويس؟ يا جماعة اللي هنا!